بعد حالات السخط الكبير والانفجار الشعبي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وغياب الطاقة الكهربائية في عموم العراق منذ عام 2003 بسبب الفساد المستشري بالمؤسسات وضياع مليارات في ملف الطاقة، خرج بعدها وزير الكهرباء ماجد حنتوش ليقدم استقالته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. قال كانت هذه تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. هناك رسالة أيضا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لماجد حنتوش، مفادها بأنه تم اختياره من قبل حاشية مقتدى الصدر والمقربين منه، وعزى سبب هذا الفشل وسوء الإدارة هو الفساد المستشري داخل التيار، وأيضا عقود الفساد وعدم ومنعه من استخدام كافة صلاحيته. ماذا بعد هذه الإقالة؟ هل هذه الإقالة هي تسقيط فرض من قبل الحكومة لتثبت عجزها وفشلها في إيجاد حلول حقيقية وجذرية تتناسب مع ما يريده الشارع العراقي؟ وأيضا لماذا دائما أصابع الساسة الفاسدين تحاول خلق أعذار ولكي تتستر على فشلها وسوء إدارتها لشؤون الدولة؟ والمواطن الذي يعاني الأمرين، غياب الطاقة الكهربائية وارتفاع درجة الحرارة، هو دائما ما يكون الضحية والذي يدفع ثمنا باهظا.